اللهم ارزقنا في هذا الصباح طيب الحياة وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وخير العطاء يا رب. يا رب ابسط علينا رحمتك الواسعة. صباح الأمل بالله والطمأنينة في ظله والثقة بما عنده. اللهم اكتب لي ولكم الخير في هذا الصباح. اللهم آمين يا رب العالمين. عسلامة البنات نحويكم، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير ونعمة وانتم تتفرجوا في الفيديو. اليوم إن شاء الله جايتكم هكا فيديو جديد إن شاء الله يا ربي يعجبكم. فأول حاجة تعملوها البنات انزلوا على هاك اللايك وخلوا لي تعليق مزيان كيفكم بالطبيعة. وإذا أول مرة البنات تشوفوا القناة متاعي وما زلتم ما كنتم مشتركين في القناة، انزلوا اشتركوا معنا في القناة وفعلوا خاصية الجرس باش هكاك يوصلكم كل جديد. وكهو صديقاتي ندخلوا مع بعضنا على الفيديو متاعنا. نسمو بسم الله ونصلوا على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. المفيد البنات حبيباتي توحشتكم برشا، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير. اليوم دقيقة بعثت بنتي كهو للمدرسة، ولدي شديته صيع الروضة ما عرفش نبعثه من غير اسباب، معناها هكاك شديته وكهو. المفيد جيت لهنا الحقيقه في بالي باش نبدا روتين على الصباح. يا اخي ما سهلش ربي، جاب لي زوجي طريف لحم وطريف جلبانه، قال لي باش نعمل غدانا وغدا دارهم. فما بقاش وقت يلزمني نحضر على بكري كل شيء، ديجا الكيماريتو جلبانه ماهيش مفركه، فيلزمني نزرب روحي باش هكاك يحضر مع نص النهار يجيب بنتي ويهز الغدا في ديه. المفيد هاكم كيما تشوفوا لهنا حال البلاي اللي عملتها بلاي ليست، راهو البنات كيما تشوفوا قلت لكم راني الله غالب، راني مانيش ديما ديسبونيبل على التليفون باش ديما نتفرج على الفيديوهات، اما هواني النوتيفيكاسيون اللي نلقاها نعملها معناها في بلاي ليست. ومن بعد هاني كي نبدا نقضي ولا نعمل حاجه نحل البلاي هواني تتعدى هذاك، علاش راه نجم نعمل لكم جيم وما ندخلش نعمل تعليق خاطرني مانيش فاضيه، معناها باش نبقى كل فيديو نرجع نعمل له تعليق. اما راهو يا البنات بامانه معناها بكل امانه راني نتفرج لكم على الفيديوهات، هواني ما يقصروا لي الوقت ويونسوني كي نبدا في الكوجينه. كهو البنات جبت لهنا قصيت حشاكم البصل وحطيته باش نزر بروحي باش نطيب بطريقه لفلف باش في صايح يحضر لي كل شيء. كل واحد بطبيعه عنده طريقته، فمانيش باش نبقى نسمي لكم بالضبط شنو كيفاش طيبتها وينكم تشوفوا على عينيكم، وبطبيعه كلنا نجموا نطيبوا. كهو لهنا زربت روحي، شديت الجلبانه هذيك فرزت القرون معناها اللي ناقصين، مش ناقصين طياب، اللي زايدين الطياب معناها تحسهم خشين بالكدا بالكدا ما همش باش يطيبوا في ساعه، هويني باش نستغلهم ونعمل بيهم سلطه روز ولا سلطه مفوره ولا اي حكايه. وهويني القرون الرقاقين باش نطيب بهم اليوم. المفيد البنات توحشتكم برشا وتوحشت كلامكم، والله راني الله غالب البريود هذه اللي هي شويه مع وليدي، ان شاء الله ربي يشفيهولي. نحضر له في تحاليله وكل شيء، موعد نتاعو جا ان شاء الله نهار الخميس كان حين ربي غدوه. انا اليوم نمنتج في الفيديو هذا مصور عنده يمكن 4 ايام ولا 3 ايام. فاللي هي معناها كل شيء ما نجمتش نهبط فيديوهات، الله غالب. هاني اليوم تفضيت شويه، ما عنديش الحقيقه حتى شيء باش نعمله، كل شيء كملته على الصباح. وكها وقلت خليني نمنتج الفيديو ونهبطه مره واحده، وهوني باش زاد نفضي التليفون ونلقى باش نلقى فضاوي نصور فيديوهات اخرين. هاو البنات بربي اللي وصلت لهنا ما تنساش تعمل لي لايك وتشترك في القناه اذا مازلت ماهيش مشتركه، وبالطبيعه تدعي لي ان شاء الله في موعد ولدي ان شاء الله نلقى وضعيته تحسنت بالباهي ان شاء الله يا ربي. من قلوبكم بربي البنات دعوة باهية من قلوبكم، ان شاء الله وليدي نلقاه يرتاح المرة هذه. هكا هاو حبيباتي هاكم معايا على الفيديو.
البنية كملت هاك الفطير وفطرت الصغيرات ولميت هاك الخوضة متاعت الكوجينة، وجيت لهنا باش بعد لا دوشت لهم زادة، وجيت لهنا باش ننظف البيت كيما ريتو اول مرة دخلت حشاكم باش ليكم الصباح، كنت ندوش للصغيرات وقلت خليني في ساعة في ساعة ننظف الدنيا. يا اخي قص عليا الباب، ضرب لي ناقوس ديريكت، خرجت حليت الباب نلقاها امي، ولينا قعدنا مشوار سيبت القضية. ومن بعد باش رجعت لهنا بعد اللي روحت وليت رجعت نظمت الدنيا وريقلت، انا نلقى الصغيرات كيما ريتو اول مره ريتوها خايبه البيت. ومن بعد الصغيرات كي جت امي لموا معناها سووا هاك المخادد وكم كويس ساعدوا فيا معناها عاونوا فيا ونظموا معايا الدنيا ان شاء الله ربي يفضلهم لي يا ربي. المفيد لبنان جيت لهنا نفضت هاك الجراري الكل والتكايات وحطيتهم في بيت القعاد، وجبت هاك الزربيه بالبروس العجيبه هذيك كيما ريتو قديش جبدت لي تفش معناها وشعر ومنعرفش منين يجي سبحان الله. المفيد نظفتك الزربيه ونفضتها وخرجتها زاده هي البيت القعاد غادي باش ننظف الدنيا لهنا ونجري الماء كيما ريتو اخر مره جريت معاكم الماء في بيت القعاد. المره هذه باش نجري الماء في البيت هذه، كل نهار ننظف البيت خاطر العجاج هلك لي الدنيا، والحقيقه ما نجمش ننظف الدار الكل مره واحده برشا عليا، واصلا ما عنديش وقت معناها كان جيت فاضيه ما عنديش تطيب وما عنديش صغار وما عندي حتى شيء نجم يمكن نلزل روحي شويه ونجري الماء في الدار الكل. نعم هاوين كل نهار نعمل حويجه الحمد لله وصلت كملت هذيك الفايده بشوي بشويه كل شيء يتريقل هكا. هاو جيت لهنا زاده باش نخرج بيت هذه الطاوله نتاع الفطور باش نخرجها كيف كيف وننظم كيما ريتو نلقاها مزالت بالبلاستيك نتاعها. راجلي وقت اللي جابها انا حالي البلاستيك من فوقك هاو ضرو، ما انا حاليش البلاستيك من اللوطه ما فقتش بيه الحقيقه خاطر ما حاولتهاش من بلاصتها، دوبا نحركها تحريك ونكنس تحتها ولا نمسح تحتها ونرجعها. المهايرين هذوما عاد بحكم باش نجري الماء دونك باش نخرجها، وليت عاد فقت بالمخبي هيك هاو. هذوك هما رجال الكل ديما قضيتهم ناقصه وهيك هاو اش باش نعملو، هانا نتبعو ديما في جرتهم. الحسيل البنات لهنا كملت كنست البيت ونفضت هاك الشباب وباش نجري الماء، جبت شويه جبال وشويه جريزي وسطل نتاع ماء عديتو على مع الستاكلوطه، وبطبيعه هاك الماء اللي يهبط من الشباب هكا هو باش نعمل لها هكا حكه مرتوبه. الحقيقه هي ما فيهاش برشا حاجات معناها ماهيش مسخه نظيفه لبيتها غير شنو هاك التراب اللي هبط لي من تحت الشبابك هاويني باش ننظف الشبابك دونك يلزمني نعدي الماء على البيت الكل هاك هاو. لهنا الصغار مرجوني الحقيقه ماشيين جايين هلكولي الدار الاخرى، فوليت سكرت عليهم بيت مش سكرت عليهم ام حطيتهم في البيت وقلت لهم ما عادش تخرجوا جمله لين نكمل هكا هاو. هاك كما تشوفوا باش نكمل نسلت وين يجمل لي الماء ندزو بالمصالحه ونعدي على الكوجينه. الحمد لله السشوار نتاع الكوجينه قريب هاويني هو اللي نعديله في الماء سينو باش نعذب على الاخر في باش نخرج الماء من الدار.
هيك هاو البنية تعاد لهنا كملتها كل اجبت البيت الكل ومسحتها وشيحتها وخليتها ترتاح معناها باش تشيح بالباهي. ومشيت جبت لهنا باش نبدا نفرش، خذيت جبت الزربيه هذيك الحقيقه خذيتها من المشتريات اللي وريتهم لكم، نزلت في الدار القديمه هذا اول استعمال لها، جبتها توا باش نفرشها. ففرشتها لهنا تحت الطاوله هذه و كاو معناها ونظمت هاك الطويله وباش نمشي نفرش البيت لهنا. الحقيقه البيت فرشتها بعد ما فرشت البيت هذيك برشا، خاطر الشباك بقاي هبطلي في الماء، فاستنيتو لين نشف بالقدام انا مش باش نجم نفرش اجراري وكل شيء على ندا. هكا هاو جبت لهنا هاك زربيه حليتها وجبت اجراري كيف كيف حطيتهم استويتهم كيما تشوفوا باش ننظمها، باش تجيب بيت على محلاها فيها ركشه تحفونه على الاخر. الحقيقه ما نلقاش وقتنا باش نقعد فيها، خاطر ديما الصغيرات يقعدوا لهنا يتفرجوا، ونام اكثر الوقت يا في الكوجينه يا في البيت ان بنتي معناها ترضع، يا فما ما نقعدش هنا جمله وتفصيل. التو من نهار اللي سكنت ما قعدتش فيها البيت هذه. وكهو هذا الشكل النهائي متاع بيت الصاله كيفاش خرجت بعد التسيقه والتنظيم، هذه عجبتني على الاخر الحمد لله. ناقصه الحقيقه برشا حاجات اما كمام الحمد لله. لهنا البنات في بالي ارتحت، بدلت حوايجي ومشيت، في بالي باش نركش للدفاع عشية، عشت الدنيا باردة ومسحبة وباش تصب المطر. يا اخي جاتني بنتي قالت لي ماما نحبوا حاجة حلوة ناكلوها، وانا الحقيقة في الدار ما عندي حتى شيء، معناها نستنى في راجلي باش يجي في الليل يجيب لي القضية ويجيب لي النواقص ولمجة الصغيرات. عندي كعبتين عظمك هاو اش باش نعمل، ما عندي حتى حل. اي وليت قلت خليني نمشي نتكنس بيه، مش نتكنس واش يعملوا لي. نلقى في القضية عندي باكو دراع، هيا وليت قلت لهم تو نعمل لكم كيكه نتاع الدراع. اخذت هاك العظيمتين وعملت عليهم كيس سكر. السكر انتوما وشنو تحبوه، اذا كان تحبوه ناقصه سكر تنقصوا في السكر، اذا كان تحبوه زيد السكر تعملوا السكر على حسب المذاق نتاعكم. هكا وحطيت كعبتين العظام وكيس سكر وكيس ورشه السكر فانيليا، وخلطتهم بالباهي اللي نجنسوا مع بعضهم. ومن بعد باش نبدا نضيف في هاك السوائل كما الزيت والحليب، ونخلط بالطبيعة لين يتجانسوا كل مع بعضهم، نخلطهم بالباهي. ومن بعد باش نبدأ نغربل في الفرينة والدراع. بالطبيعة اللي باش نعملو فرينة باش نعمل الضعف نتاعو دراع. لهنا عملت كيس، الكيس هذاك هزلي 75 غرام فرينة، عليهم 150 غرام دراع. كهو صفيت الفرينة، الحقيقة نقصت شوية، خفت قلت بالك تجيني شيحة برشا وبحكم العظام شوية نقصتهم. بعد كملت زدتهم طريف الفرينة اللي بقوا. وكهو لهنا نستعمل لك الركاض اليدوي الفوية ذيك، نخلط بيه بالباهي بالقدام بالقدام، نخليش حتى حاجة شيحة. كهو هواني كملت ضفتهم شوية الفرينة، معناها لهنا على مغرفتين سامحوني كعبتين عظام عملنا 75 غرام فرينة ومية وخمسين غرام إنشاء. لهنا قص علينا الضو، ما حبيتش نحاها اللقطه، حبيتكم تعيشوا معايا لحظه بلحظه معناها البازا. كهو استنيت الضو حتى ارجع وعاودت معناها كملت التصوير. ديجا هو ما بقاش برشا يظهر لي درجه كيك 4 دقائق. خديت لهنا هاك المول هذايا اللي باش نطيب فيه، انتم تنجموا تستعملوا معناها اي مول، مش بالضروره المول هذايا. الفايدة يهزلك صغير ماهوش كبير باش يهزلك الحكار هذا اذا كان عملت معناه الحكار هذا. وكهو ودنت بالزيت، الكاس نتاع الزيت هو اللي خذيت منه بقيت الزيت هكاك سقطرته في وسط المول ومسحت بيه، وبقيت الفرينة زاد كيف كيف نفضت الباكو هاوينو استغلال الفواضة ما نرمو حتى شيء. وكهو لهنا خذيت الفاكهة باش نزين بها، هذه الفاكهة اللي عندي، انت الفاكهة اللي عندك تنجم تزين بها. انا الحقيقه هذوما الكل بقولي من فيكيا من فيس، هواني مخبيتهم كل مره نعمل منهم حويج هكا الصغيرات. فهروشت كسرت شويه لوز وهروشتهم، وعندي طريف فستق كيف كيف هروشتهم، وهذاك التمر قصيته طروف طروف باش نضيفه. اي حاجه فيكيا تحب تعملها لهنا تركب على الدرا. ولهنا عندي شويه زبيب وشويه
مش شيح كيف كيف قصيتهم اطروف طروف وكاو وفصدق وشوية جلجلين وشوية بندق وشوية بفريوة وكعبة كاجو فيك مشخشخة معناها الحمد لله نعمة والله جات بنينة على الاخر. البنات ننصحكم جربوها لان هذا شكل نتاعها قبل ما ندخلها للفور. شوفوا ما شاء الله وتبارك الله شوي شوي وجدتني مشخشخة ما شاء الله معناها ما كنتش نتصور اني باش نوصل للنتيجة هذه وقت اللي خزرت الكعبتين العظم وشوية الفيكي. كهو دخلت الفور على 180 درجة بين 180 200 درجة مدة 4 دراج 4 ساعة تحضر في صفيصة الحق انا نحبها ناضجة على الاخر ما نحبهاش دوبلة ما ياخذ اللون من فوق نحبها لونها كامل ناضجة معناها. كهو خرجت لهنا صي حضرت وخرجتها قلبتها ديريكت حركتها من الجنب وقلبتها ديريكت اتقلبت في يدي كيما ريتو. كهو شوفوا ما شاء الله تبارك الله محلاه جات تحفونها على الاخر باش نقص الاطراف هذوكم ما ياكلهمش الصغيرات ما يحبوش ياكلوا الاجناب ناكلهم نار حقيله بس عليها بشكل محروقه. كهو هاو كيما تشوفوا نقص فيها سخونه من المفروض هي تتقص كان كيف تبرد باش المرسو يجي كامل وما يتفتفتش اما الله غالب مزروبه حابه نمشي نقعد. كهو شوفوا لهنا ما شاء الله تحفونا على الاخر وبنينا على الاخر على الاخر والله البنات جربوها ما تندموش. مش بالضروره راهو الفيكي تعملوا الفيكي هذيك اللي شفتوها انا راهو هذوك شويه عندي حبيت ان نزين بهم لا اكثر ولا اقل. شوفوا ما شاء الله هشوشه على الاخر انا تنجموا تعملوها حتى من غير فيكي ما فماش مش متوفره فيكي ما نعملوش فيكي. هكا هو صديقاتي لهنا تقريبا الفيديو متاعنا يكون فيه ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم واستفدت منه ولو استفادة بسيطة. كهو حبيبتي لهنا ما بقى لي كان باش نقول لكم دمتم في امان الله وبسلامة وان شاء الله نتقابلوا مع بعضنا في فيديو جديد. وكهو ما ننساش في الاخر باش نفكركم باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وبطبيعة باش هاك اللايك بربي ما تنسوش هاك اللايك. وكهو صديقاتي بسلامة